ماذا تعرف عن الفطر الأسود؟ هل يستحق كل هذا الخوف؟ إليك المعلومات الموثقة عنه. أكد مركز مكافحة الأمراض الأمريكية أن الفطر الأسود مرض نادر وطرق علاجه معروفة. الفطر متواجد على الأسطح وفي التربة وفي المواد العضوية المتحللة، يؤثر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة نتيجة تناول الأدوية المثبطة للمناعة، يشكل خطراً على من يعانون من مشاكل صحية وأمراض تؤثر على المناعة مثل السرطان والإيدز. أعراضه: تورم الوجه من جانب واحد، آفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم، حمى، سعال، ألم بالصدر، ضيق في التنفس، صداع، واحتقان في الجيوب الأنفية. الفطر الأسود غير معدي من شخص لآخر. عدوى الفطر الأسود لا تنتقل من الحيوان إلى البشر. الفطر الأسود مرض نادر، علاجه موجود وليس منه خطر على الشخص السليم.